مرحبا صباح الخيرات السلام عليكم هل في صوت نعم نعم, نعم. مرحبا. مرحبا مرحبا فيكم طيب بسم الله نبدا آه للعلم المحاضره مسجله اوكي فلو تسال او تتفاعل خذ حسابك المحاضره مسجله اليوم لدينا ويبينار عن تصنيف وحماية البيانات. طبعا موضوع تصنيف وحماية البيانات من المواضيع الهامة حاليا لأنها أصبحت من ضمن ضوابط الامتثال للتشريعات المحلية، أوكي؟ فكل الجهات الآن مجبرة على تصنيف وحماية بياناتها الحكومية أو الخاصة. طبعا السيمينار السيمينار هو سلسلة سلسلة محاضرات تقدم من مركز التميز لامن المعلومات بجامعه الملك سعود، السلسله بدات من حوالي تسع سنوات، كانت في البدايه ويبينار داخل المركز نعرض فيها الابحاث العلميه او نتائج الابحاث العلميه. مع جائحه كورونا غيرنا تسميه الى ويبينار، اصبحت اونلاين، وكنا نستعرض فيها ابحاث علميه او محاضرات علميه. مواضيع عامه. الان هذا العام اطلقنا سيمينار. للعام العاشر اطلقنا سيمينار والجديد أنه سيغطي إدارة البيانات بالإضافة للأمن السبراني الشيء الآخر سيكون هناك أيضا حملات توعوية لكافة الموظفين مركز التميز كما ذكرت هو مركز يتبع جامعة الملك سعود ومن أبرز إنجازات المركز حتى الآن الأبحاث العلمية حتى الآن تم نشر أكثر من 760 بحث علمي لدينا 18 براعة اختراع الإحصائيات في الشاشة غير محدثة لدينا حوالي 24 عندنا 24 جائزة دكتور جلال إذا ممكن تسوي شير ما ظاهر أسوي شير أوكي أوكي فمن إنجازات المركز حتى الآن أبحاث علمية براعات اختراع هناك جوائز قدمنا أكثر من 170 دورة تدريبية هناك أيضا محاضرات والمحاضرات هي الويبينار والسيمينارز وعندنا ايضا حملات توعويه تقدم في جهات خارجيه لتوعيه موظفي الجهات باهميه الامن السبراني. هناك خدمات غير البحث العلمي، هناك خدمات يقدمها المركز منها الاستشارات، نقدم خدمات استشاريه في مجال الامن السبراني واداره البيانات حاليا. وايضا معايير الايزو 27000 9001 20000 22301 لدينا ايضا خدمات تدريبيه وتوعويه لكن النشاط الأساسي هو الأبحاث والتطوير محاور هذه الورشة أو هذا الوبينار هناك ثمانية محاور تتحدث عن تصنيف وحماية البيانات نبدأ البيانات أصل وأنا أسأل الحضور هل تعتقد أن البيانات أصل كأي أصل ذو قيمة تملك المؤسسة أعتقد إيه نعم الاجابه البيانات اصل، اوكي؟ الاجابه البيانات اصل. طيب، هل هذا الاصل كاي اصل؟ كالعقارات، كالسيارات، كالاصول الماليه. اوكي؟ لاحظ البيانات كاصل لها قيمة. نعم 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 لها قيمة، لكنها تختلف عن بقية الاصول. ايش اوجه الاختلاف بين البيانات وبقية الاصول؟ لعل ابرز اختلاف انه غير ملموس يعني معنوي ممكن نعم صحيح صحيح محمد البيانات اصل غير ملموس ولما يكون غير ملموس ديجيتال بمعنى اولا هذا الاصل قد ينسخ ويوزع يحتاج حمايه اوكي قد يوزع بشكل واسع وبوقت قصير غير العقارات لا يمكن استنساخها اوكي البيانات تستنسخ وتوزع تحتاج حمايه البيانات ايضا يمكن إعادة بيعها لاحظ هي ليست أصل يباع للمر لمرة واحدة هي إذا بيعت قد تباع عدة مرات لآلاف العملاء أوكي هي أيضا بيانات تدمر بسهولة يمكن تدميرها وإتلافها بسهولة أوكي لذلك لها قيمة مادية وقيمة غير مادية قد يكون للبيانات قيمة غير مادية للمؤسسة تساعد في اتخاذ القرار تساعد في التوسع تساعد في تقديم خدمات أفضل لكنها لا تباع اوكي بشكل غير مباشر تؤثر على البيزنس هناك شركات وقطاعات معروف راس مالها بياناتنا تويتر فيسبوك راس مال تويتر بياناتي بياناتك اوكي هذا هو راس المال هل اصل نعم لكن تحتاج اداره تحتاج حمايه هناك التباس بين البيانات والمعلومات والمعرفه وكذلك الحكمه ما الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفه انا اسال البيانات هي انديفيدوال لايف like, like. هي محدوده ولكن مجموعه البيانات تعطي انفورميشنز تعطي معلومات مجموعه المعلومات تعطي معرفه تعطيك نولج معرفه نعم. نعم. طبعا البيانات في العاده نقول بيزيكلي يعني ببساطه هي مدخلات النظام حقائق صور نعم. ارقام اوكي هذا اللي اعتدنا عليه المعلومات بيانات تم معالجتها كالتقارير كالإحصائيات أوكي المعرفة المعرفة هي تنتج مع الوقت بالذات لو كان في اكسبيرت سيستم كان في نظام خبير هذا النظام يعالج المعلومات مع الوقت صار عنده معرفة المعرفة خلاصة المعلومات أوكي يعني مثلا المحاضر أو المدرب ربما بعض المحاضرين يقدم المادة شفتر باي شابتر بشابتر. فاصل فاصل سيكشن سكشن. اوكي فهو الان يعطيك بيانات او معلومات لكن المحاضر المتمكن ربه ما يستطيع يعطيك المعرفه خلاصه قراءه العشرات الكتب او المواضيع ويستطيع يقدم المح... الكورس سواء ب 12 محاضره او باربع محاضرات لانه في معرفه ينقلها اوكي في خلاصه خلاصه تجربه خلاصه معرفه خلاصه بيانات في ايضا عندنا الحكمه الحكمه تكتسب مع الممارسه بعد معرفه وممارسه وقت طويل يكون هناك حكمه لكن الاهم اننا في مجال اداره البيانات لما نستخدم مصطلح البيانات في مجال اداره البيانات نقصد بالبيانات اي شيء رقمي سواء كانت مدخلات نظام كبيانات او كانت معلومات او كانت معرفه اوكي فمجال اداره البيانات يهتم باداره البيانات باي شكل باي مستوى حتى لو كانت نتائج البزنس انتليجنس نتائج ذكاء الاعمال اوكي كلها الان نطلق عليها في هذا المجال بيانات فالقصد عندما نقول اداره البيانات هذا لا يعني ان المعلومات والمعرفه خارج نطاق اداره البيانات اوكي للبيانات قيمه تحتاج اداره اداره البيانات هي عمليه تطوير وتنفيذ ومراجعه وتدقيق خطط وسياسات واجراءات لتصنيف البيانات حمايه البيانات تجويدها تحليلها مشاركتها تكاملها الهدف النهائي من إدارة البيانات هو الحصول على قيمة منها القيمة هذه قد تكون قيمة مادية إنكم قد تكون قيمة مادية غير مباشرة من خلال استغلالها في اتخاذ قرارات أفضل في توسعة أعمال الجهة أوكي قد تكون البيانات ليس لها عائد مادي مباشر أو غير مباشر لكن لها عائد في تحسين السمعة مثلا أوكي في تحسين السمعة أو تحسين العلاقات مع الجهات الأخرى. عندما نقوم بإدارة أي نطاق الآن أو أي مجال بالذات في مجال الآي تي نحتاج معيار. مثلاً في الأمن السبراني نستخدم أيزو 27001 الآن صرنا نستخدم ضوابط الهيئة. في إدارة الخدمات التقنية نستخدم أيزو 20000. أوكي فنحتاج إطار نعتمد عليه أو معيار. هذا المعيار أو الإطار يحدد الضوابط أو المتطلبات كحد أدنى. كحد أدنى بمعنى آه هذا لا يعني أن الحد الأدنى هو حد سيء لا الحد الأدنى بمعنى المتطلبات الأساسية لكنك ممكن تلتزم أو تضيف متطلبات وضوابط أخرى في إدارة البيانات عندنا إطار داما ودعونا نقول إطار بينما هو في الأساس بدي أفنوليج عبارة عن لاين أوكي لإدارة البيانات ولدينا أيضا في المملكة إطار صادر من مكتب اداره البيانات الوطنيه بسدايا سمي بضوابط ومواصفات اداره البيانات وحوكمتها وحمايه البيانات الشخصيه. ففي المملكه نختار الان اطار سدايا كمعيار لاداره البيانات. بالنسبه لداما هذا اطار داما مكون من 11 مجال في المنتصف لدينا الداتا جيفرنس حوكمه البيانات وهي في المنتصف لاننا باستخدام الداتا جيفرنس نتحكم ببقيه المجالات. بينما هناك عشر مجالات أخرى كالداتا أركتكشر والداتا سيكوريتي ميتا داتا ستورج أن عندنا حوالي عشر مجالات في المركز هناك الداتا جيفرنس سدايا طورت إطار لإدارة البيانات اعتمادا بشكل أساسي على إطار داما هو المصدر الرئيسي حاليا لأغلب معايير أو سياسات إدارة البيانات في كل أنحاء العالم في إطار سدايا لدينا خمسة عشر مجال موزعة على حوالي خمسة نطاقات النطاق الأول حوكمة البيانات، النطاق الثاني تأصيل البيانات، ثم استخدام البيانات، ثم تصنيف وإتاحة البيانات وحماية البيانات. خمسة نطاقات أساسية وزعت عليها مجالات إدارة البيانات في المملكة. هناك خمسة عشر مجال حوكمة البيانات يتحكم ببقية المجالات، وهناك أربعة عشر مجال أخرى. المحاضره اليوم ستكون عن تصنيف البيانات وعن حمايتها بعد تصنيفها اوكي ليش نحتاج نسوي تصنيف البيانات طبعا البيانات لابد ان تصنف اولا لتحديد البيانات الشخصيه وحمايه البيانات الشخصيه لها وضع خاص حاليا في المملكه لدينا نظام حمايه البيانات الشخصيه والنظام قانون مخالفته جريمه بمعنى ان البيانات الشخصيه تحتاج الى امتثال مشدد امتثال منه اخر لانك الان تمتثل لنظام بشكل اجباري لست مخير لكن بعض الجهات كل الجهات الان مخيره تمتثل لمعيار ايزو او لا تمتثل معايير مثلا الهيئه او السدايا ليست كلها تنطبق على كل الجهات قد تجد بعض الضوابط او بعض المطلبات لا تنطبق عليك تبرر فقط لكن قانون حمايه البيانات الشخصيه ملزم لكل الجهات والتعامل معه او الامتثال لهذا النظام له طابع خاص اوكي لا نستطيع ان نحمل البيانات الشخصيه دون حصر كافه البيانات وتحديد اي بيانات بالضبط تحتوي على بيانات شخصيه نحتاج ايضا الى تحديد البيانات الحساسه تحديد البيانات مفتوحه بعد حصر وتصنيف البيانات اكيد بيانات مفتوحه بمعنى بيانات تنشر في موقع المؤسسه فور فري مجانا لكل الناس اوكي هي بيانات عامة تنشر للعوام نحتاج إلى التحكم بحرية المعلومات تأتيك طلبات من جهات أخرى أو من أشخاص في هذه الطلبات يحدد فيها بي... معلومات معينة عليك أن تصنف البيانات قبل اتخاذ قرار مشاركة البيانات وفقا لحرية المعلومات أوكي؟ حتى في مشاركة البيانات عندما تشارك بيانات مع جهات أخرى تحتاج تصنف البيانات أولا وتحدد الضوابط الامنيه ثانيا ثم تشارك البيانات في اتفاق المشاركه تحدد الضوابط التي يجب على الطرف المستلم الامتثال لها لحمايه بياناتك ايضا من اهم مدخلات الامن السبراني في الامن السبراني عندنا ضوابط حلول امنيه قد تكون حلول اداريه مثلا عندنا التشفير نستخدم التشفير لحمايه البيانات السريه عندما تكون البيانات مصنفه هنا استطيع ان احدد اي بيانات بالضبط تحتاج تشفير اي موظف بالضبط يحتاج دوره في التشفير اوكي والسؤال الاهم في الامن السبراني عند اي خبير امن سبراني اي حل يستخدم في اي مكان اذا عرفت تحدد الحل الامني الانسب وتحدد انسب مكان لاستخدامه فانت الان خبير امن سبراني مستحيل تستطيع تحدد اي حل مناسب في اي مكان إلا بعد تصنيفك للبيانات وتصنيفك أيضا للأصول التقنية على أي حال عندما نقوم بحوكمة أي مجال من مجالات تقنية سواء في الأمن السبراني أو إدارة البيانات هي عندنا أربع مراحل أساسية نقوم باتباعها أولا التخطيط ثم التوثيق فالتطبيق فالمراجعة والتدقيق في التخطيط نحتاج نسوي حصر للبيانات اللي عندنا حصر للأجهزة للبرامج وبناء على البنيه التحتيه الموجوده عندنا وعلى تقييم الوضع الراهن نطور استراتيجيه في اداره البيانات مطلوب من كل الجهات تطوير استراتيجيه اداره بيانات ضمن هذه الاستراتيجيه يفترض هناك مبادرات او مشاريع تغطي تصنيف البيانات وحمايه البيانات اوكي فتصنيف البيانات يبدا من التخطيط الاستراتيجي يغطى في استراتيجيه اداره البيانات المرحلة الثانية هي التوثيق، التوثيق المقصود فيها توثيق المتطلبات في وثيقة رسمية معتمدة من قبل أعلى سلطة في المؤسسة. التوثيق يكون في سياسة وفي إجراء. أوكي. التوثيق يأخذ في الحسبان متطلبات سدايا، عليك أن توثق كحد أدنى متطلبات سدايا في السياسة والإجراء. بعدها يأتي التطبيق. التطبيق تطبيق السياسه، تطبيق الاجراء وجمع ادله تثبت انك طبقت السياسه والاجراء فعلا. اما المراجعه والتدقيق هذه تكون دوريه كل سته اشهر تقريبا او كل سنه كحد اقصى نقوم بمراجعه السياسه والاجراء قد تحدث نراجع حتى الاستراتيجيه نراجع التطبيق وجمع الادله. تحت عندنا ادوار ومسؤوليات لو لاحظنا اللي في اللون الاسود جميع الادارات، فجميع الادارات مسؤوله عن حصر بياناتها. مسؤولة عن ترتيب اولويات بياناتها اوكي مسؤولة ايضا عن تصنيف البيانات وتطبيق سياسات والاجراءات مكتب اداره البيانات مسؤول عن تطوير الاستراتيجيه والتي تشمل خطه التصنيف مسؤول عن تطوير السياسه والاجراء مسؤول عن عفوا هنا سيا... هنا هنا اداره البيانات مسؤول عن مراجعه التصنيف ومراجعه السياسه والاجراء والتدقيق الدوري هذه مهام مكتب إدارة البيانات أما الأمن السبراني مسؤول عن تحديد الضوابط الأمنية وتطبيقها ومراجعتها بعد تصنيف البيانات هل في سؤال حتى الآن؟ هل في استفسار؟ في أسئلة بالشاتين؟ لا <applause> واضح اوكي في سؤال من عبد الله هل لديكم دورة في ادارة المخاطر؟ نعم عندنا دورة في ادارة المخاطر، ممكن تتواصل مع ادارة المركز. اوكي بعض الاجابات على فكرة كانت اثناء الشرح لذلك فقدت السياق، ما استطيع اربطها بجوهر الحديث. اوكي. اوكي نعم اوكي في سؤال هل حصر البيانات يشمل حس... آه، حسام يسال هل حصر البيانات يشمل الوثائق؟ نعم. وراح نتطرق هذا الشيء لاحقا. هنا نتكلم عن حصر البيانات. ممكن طبعا تفضل اين الذكاء الاصطناعي؟ إذا الذكاء الاصطناعي بحكم انه في تطور الذكاء الاصطناعي، هل هو تابع للامن السيبراني؟ لا لا الذكاء الاصطناعي مجال مستقل يستخدم في عده انا ادري انه مجال مستقل لكن باستخدام البيانات في البيانات اذا ما حددنا فين مكان الذكاء الاصطناعي عندنا في البيانات مجال ذكاء الاعمال في مجال ذكاء الاعمال ذكاء الاعمال والتحليلات اوكي طبعا البزنس انتليجنس ممكن تكون بدون ذكاء اصطناعي لكن هنا افضل مكان نضيف فيها الذكاء الاصطناعي اوكي تحليلات نتائج اوكي قد تكون ريال تايم وانسب شيء هنا نستخدم الديب ليرنينج انسب شيء الديب ليرنج. اوكي في الذكاء الاصطناعي يستخدم الذكاء الاصطناعي في الامن السبراني في عده مجالات لكن منها مثلا السوق فريت انتليجنس مالوير فايتنج لكن في اشكاليات باستخدام الذكاء الاصطناعي حاليا في مجال الامن السبراني مثلا المؤسسات تحتاج نظام امني فعال من البدايه ما تحتاج نظام لسه يتعلم بعد ساعتين اوكي تحتاج نظام فعال ونحتاج احنا اشعارات دقيقه يكون فيها الفولس بوزيتيف قليل جدا، الذكاء الاصطناعي يصدر اشعارات خاطئه كثيره جدا، لسه النظام يتعلم، اوكي؟ لكن نحتاج الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد عليه. نحتاج الذكاء الاصطناعي في الامن السبراني دون ما الاعتماد عليه. حاليا، اوكي؟ على اي حال كان في سؤال عن ما هي البيانات التي يتم حصرها؟ في اداره البيانات يتم حصر قواعد البيانات المحتوى والوثائق طبعا المحتوى الوثائق في عندنا الان في الجهات مركز الوثائق والمحفوظات يدار او يتبع سياسات مركز الوثائق والمحفوظات في الديوان الملكي المحتوى طبعا كل محتوى رقمي صور فيديو ملفات اكسل ملفات وورد بي دي اف هذا محتوى الوثائق هي وثائق مطبوعه قد يحصل لها رقمنه تصبح في نظام كخطابات مخطوطات اي وثيقه حتى ولو تم رقمنتها في نظام. لكن إدارة المحتوى والوثائق في إدارة البيانات في مكاتب إدارة البيانات يفترض أن يكون بالتنسيق مع مركز الوثائق والمحفوظات داخل الجهة. والأفضل يتولى مركز الوثائق والمحفوظات مهام تطبيق مجال الوثائق والمحفوظات. هذا المجال المحتوى مجال إدارة المحتوى الوثائق يفترض يحال إلى مركز الوثائق والمحفوظات في الجهة. عندنا ايضا بيانات مرجعيه ورئيسيه مستودعات البيانات البيانات الوصفيه اوكي طبعا اكيد اهم اصل حاليا هي قواعد البيانات هي الاصل الاهم والاعم حاليا في عندنا الان لبس في الجهات ما بين حصر البيانات وما بين حصر الاصول التقنيه وكثير التباس حصل بين اداره الامن السبراني وبين مكتب اداره البيانات ومن خلال عملنا عملنا في المشاريع الاستشاريه منذ تقريبا ثمان سنوات في عده جهات لاحظت انه في مقاومه تنظيميه يعني كانت الاي تي تقاوم مهام الامن السبراني، الان الامن السبراني يقاوم تنظيميا مهام اداره البيانات. في لبس اوكي؟ لكن نقول مكتب اداره البيانات مسؤول عن حوكمه حصر البيانات وتصنيفها فقط والبيانات كما ذكرنا قواعد بيانات محتوى وثائق بيانات مرجعيه ورئيسيه مستودعات بيانات بيانات وصفية بينما الأمن السبراني مسؤول عن حصر المعدات المادية كالسيرفرات راوتر سويتش وول، بروكسيز أوكي أجهزة لابتوب موبايل أوكي هذه كلها معدات مادية يجب أن تحصر من قبل إدارة الأمن السبراني وتصنف أنظمة حساسة أنظمة افتراضية بي إمس البرامج الوثائق اللي أساسها رقمي معلومات رقمية موظفين حسابات تواصل خدمات سحابيه واطراف خارجيه حوالي 10 اصول في الامن السبراني يمكن حاليا ان نقول الوثائق تترك لمكتب اداره البيانات ممكن اوكي المعلومات الرقميه يجب ان يكون هناك تنسيق ما بين المكتب وما بين اداره الامن السبراني بحيث ما يحصل هناك تبليكيشن تكرار الحصر اوكي تفضل دكتور اسمح لي بس هو في مداخلة بسيطة عن يعني اللي حاصل في يعني when go to the ground يعني في الممارسة في الأرض يعني الأنظمة اللي يستخدمها أو اللي تستخدم كأنظمة لحماية تسريب المعلومات بعد عملية تصنيف وفرز وعملية الكاتيجوريزيشن والكلاسيفيكيشن للمعلومات هذه المؤسسات تعتمد على أنظمة لحمايه عمليه المحافظه على هذا البيان من ضمنها داتا داتا بريفنشن داتا ليكج بريفنشن سيستمز اون توب اوف ذم يعني نعم نعم فاللي حاصل انه كثير من المؤسسات يعني عندها حاله من البطء للاستثمار في هذا الجانب فانا اعتقد if we if we merge يعني ندمج عمليه عمليه اداره البيانات الخاصه والكونفيدنشال او كلاسيفايد او كاتيجورايز انفورميشن مع السايبر سيكيورتي بحيث انه الانظمه اللي قايمه على هذا العمل تكون تحت مظلتهم. لا نعم صحيح صحيح فيكون الموديل اسهل للمؤسسات انها تستثمر في هذه المنطقه. احنا سابقا كنا السايبر سيكيورتي نطالب يا جماعه الخير احنا نريد سايبر سيكيورتي تكون يونت مستقله يونت مستقله فما حد اعطانا بال سنوات طويله واحنا نكافح بهذا الأبروج يعني اليوم احنا طالما انه الديماند على تصنيف البيانات I do prefer إن إحنا from my technical experience إن إحنا to combine to combine the model yes ممكن إن يكون cyber security ويكون عندهم موضوع data privacy and resources لأن من يعمل تصنيف وكذا العمل يكون أقرب إلى إنه يكون cyber security rather بالإضافة إلى ذلك إنك أنت تشوف لما يصير incidents of breaching فأنت محتاج إلى الناس اللي عندهم little experience of incident response بلس عندهم اكسبيرينس في عمليه ديجيتال فورنسكس وهذا السكيلز عاده توتالي totally الايند مع السايبر سكيورتي امبريلا يعني السايبر سكيورتي فقط كمداخله نعم انا يعني نعم لا لا شكرا شكرا نعم صحيح هو لاحظ اذا حصلنا البيانات وصنفناها نحب نربطها بالدي ال بي هنحتاج كمان نعرف كيوردز كلمات صح. مفتاحيه للبيانات حتى الدي ال بي يتعرف عليها اثناء تسريبها وعندها يروح الامن السبراني كمان يسوي ايش قواعد رولز لكشف تسريب البيانات والقواعد تحدث بشكل مستمر لاحظ مكتب بيانات مضطر يحدث الحصر يحدث التصنيف يحدث ووردز بشكل دائم ويحدث الامن السبراني بكل التحديثات الامن السبراني الان يحتاج يحدث القواعد اوكي لان الامن في النهايه عمليه مستمره ما هو منتج نهائي تحط الحل الامني وتنام سنه سنتين لا لازم يكون مام. في عمليه مستمره لكن اللي تتحدث انت عنه ايضا انا حاولت اشرحه بشكل عام فهنا وضحت مثلا قواعد البيانات هي اصل تحت اداره البيانات فهو مكتب مسؤول عن تصنيفها سري مثلا ياتي الان دور الامن السبراني يفترض الان يروح يشوف التصنيف الواصل من اداره البيانات لهذه القاعده البيانات في اي في ام موجود مثلا او في اي جهاز فلو افترضنا في في ام 1 هذه فيرتشوال ماشين، اوكي، في ام 1 فيرتشوال ماشين. يفترض اذا كانت الداتابيس سرية، فالفي ام تصبح سرية كحد أدنى. Okay? اوكي، عفوا السوفت, السوفت وير، يصبح ايش؟ سري أيضا تصنيفه في الأمن السيبراني. البي ام اللي موجود فيها السوفت وير أيضا يصبح سري. حتى السيرفر اللي يستضيف البي ام يصبح سري. بمعنى الحد بمعنى أنه الأمن السيبراني الآن يفترض يصنف أجهزته وبرامجه بناء على تصنيف البيانات الموجودة داخل هذه البرامج أو داخل هذه الأجهزة وتصنيف البيانات أتى من مكتب إدارة البيانات في الأمن السيبراني عندنا تصنيف نصنف بناء على آيزو على ضوابط الهيئة من فترة طويلة لكن يفترض الآن أيضا نراجع تصنيف الأصول التقنية هذه الأصول على اليسار بناء على تصنيف البيانات اللي تستضيفها هذه الأنظمة أوكي؟ على أي حال في الحاصر في سؤال السلام عليكم، بخصوص الصفحه اللي قبلها انا عندي امانه نقطه بس لو ترجع دكتور الوثائق اعتقد انه يقوم بتصنيفها بحصرها وتصنيفها مركز الوثائق والمحفوظات في الجهه او حسب امر سامي تحت مكتب اداره البيانات، يعني انا عندنا في المملكه ما ادري في احد الاخوه خارج المملكه او خارج المملكه. لكن الوثائق تصنف وتحصر من قبل مركز الوثائق والمحفوظات ويوجد امر سامي او خلينا نقول تعديل على اللوائح تبع مركز الوثائق والمحفوظات من هيئه الخبراء ان الوثائق تصنف نفس تصنيف البيانات فما ادري دكتور نعم طبعا احنا واجهنا هذه الاشكاليه في عده جهات اشتغلت استشاري ايضا في مركز الوثائق اربعه أشهر واجهنا اشكاليه مع مركز الوثائق نفسه في الديوان اوكي لكن انا اعتقد اعتقد انه مركز الوثائق حدد وثائق معينه اوكي في وثائق معينة مثلا احنا في الجامعة عندنا وثائق زي خرائط المباني عندنا وثائق خاصة مثلا بمشاريع الجامعة أوكي؟ فهذه الوثائق ليس مطلوب من الجامعة مشاركتها مع مركز الوثائق طبيعة الوثائق الرسمية إيش؟ هي مثلا وثائق وزارة الخارجية خطابات رسمية مخطوطات تاريخية في شيء رسمي على مستوى الدولة أوكي؟ هذه الوثائق اللي يفترض تدار وفقا ل سياسات مركز الوثائق، ولانها ايضا لا تتلف، قد تنقل الى مركز الوثائق للاحتفاظ بها بشكل دائم. اوكي؟ لكن هناك وثائق لدينا في الجهات ليست من اهتمامات مركز الوثائق والمحفوظات. مثل ما ذكرت عندنا في الجامعه خرائط مثلا. خرائط للمبنى، خرائط للجامعه نفسها، في وثائق داخليه. فيفترض احنا ايضا بالتنسيق مع مركز الوثائق والمحفوظات داخل الجهه نحدد ايش الوثائق اللي نقدر نقول انها يجب ان تدار وفقا للامر السامي الخاص بمركز الوثائق والمحفوظات. بمعنى ما هي مهام مركز الوثائق والمحفوظات اولا. ما بقى من وثائق علينا ان نديرها وفقا لسياسات مكتب اداره البيانات، اوكي؟ اعتقد هذا الشيء افضل. معلش دقيقه.

عند حصر البيانات نحتاج ندون معلومات كثيرة جداً كالاسم والوصف ومالك البيانات المسؤول عن البيانات طريقة التواصل مع مالك البيانات وين مكان الاستضافة هل يوجد بيانات شخصية علاقتها مع بيانات أخرى so طبعاً هذا الوصف يعتبر في النهاية سجل الحصر قد يعتبر في النهاية ميتا داتا, داتا بيانات وصفية توصف البيانات والميتا داتا هو مجال من مجالات إدارة البيانات أه، تكلمنا إنه إدارة التعامل مع تصنيف البيانات نحتاج في البداية خطة لتصنيف البيانات ضمن استراتيجية إدارة البيانات. الخطة قد تشمل على المؤشرات الموازنة تشمل جدول زمني لتصنيف البيانات أوكي okay اون. So لكن عند التخطيط لتصنيف البيانات الجهات في الأغلب عندها بيانات متراكمة وهايلة. فيفترض نحدد بعد حصر البيانات نحدد أولويات تصنيفها وأولويات حمايتها. حسب حساسيه البيانات قد نبدا بقواعد البيانات في الجامعه احنا عندنا حصرناها 600 قاعده بيانات فهنبدا ب داتابيس فقط الاساسيه العام الاول بدانا فيها الان انتقلنا للمرحله الثانيه ولذلك نحتاج اولويات نحدد بعد حصر البيانات اي بيانات بالضبط نبدا بتصنيفها ثم حمايتها على عجل اوكي هذا يعتمد على حساسيه البيانات الموجوده عندك في المؤسسه واعتقد يفترض حسب اولويات سدايا تنتهي من عمليه حصر وتصنيف كافه البيانات خلال ثلاث سنوات حتى تمتثل المؤسسه للضوابط والمواصفات بعد ثلاث سنوات، فرتب اولويات تصنيف البيانات الى ثلاث سنوات حسب اولويات سدايا لكن بنفس الوقت هذا الترتيب يجب ان يكون متكامل متناسق مع استراتيجيه اداره البيانات. اوكي. في التوثيق نحتاج نسوي سياسة إدارة بيانات وإجراء تصنيف عفوا سياسة تصنيف البيانات وإجراء تصنيف البيانات. السياسات معروفة عندكم أوكي سياسة وثيقة تحدد ضوابط عامة مواصفات عامة بينما الإجراء يحدد خطوات أو عملية أوكي على سبيل المثال لو افترضنا لدينا سياسة التشفير مثلا قد تحدد ضوابط عامة إجبارية يجب تشفير مثلا مرفقات الايميل السرية. هذا بند يجب تشفير مرفقات الايميل السريه بند في السياسه لكن في الاجراء نشرح خطوات تشفير مرفقات الايميل ستيب باي ستيب 1 2 3 خطوات تشفير مرفقات الايميل هذا الاجراء في المعيار شيء اخر المعيار مواصفات معينه معايير قيم قد نقول مثلا اي معلومات سريه للغايه تشفر بمفتاح لا يقل حجمه عن 248 بيت المعلومات السرية تشفر بمفتاح طوله 1024 البيانات المقيدة مفتاح 512 بيت ففي المعيار نحدد ايش مواصفات معيار معين اوكي فهذا الفرق هنا في السياسة تصنيف البيانات نحدد المبادئ والبنود العامة في مبادئ موجودة في السياسة الوطنية منها الأصل في البيانات الإتاحة سدايا تقول الان انه يفترض الاصل في البيانات انها عامه وانها تتاح للجميع اوكي هذا مبدا لكن هذا المبدا قد يكون صحيح مع الجهات العامه الجهات الخدميه اما مع الجهات العسكريه والسياديه اعتقد العكس الاصل في البيانات السريه اوكي كوزاره الخارجيه او الجي اي دي المخابرات او اي جهه حساسه يفترض الاصل في البيانات السريه هناك ضروره وتناسب بين التصنيف وبين الحمايه بمعنى لاحظ لما نحمي البيانات احيانا او نحمي الانظمه نستطيع نحط ضوابط مشدده لكن هذه الضوابط تسبب ازعاج للموظفين ازعاج للعملاء الى حد الاضرار بتقديم الخدمه الى حد صعوبه تقديم الخدمه اوكي فالحمايه في النهايه هي عمل توازن بين الحاجه وبين المخاطره اوكي بين الحاجه وبين المخاطره فاحيانا يكون هناك مخاطره قيمتها مدنيه واستخدام حلول امنيه كثيره قد يعقد الخدمه. قد يعقد ايش الخدمه. فنعمل توازن بين حاجتنا لنشر البيانات او لاتاحه البيانات للغير وبين مخاطر تسريب البيانات. التصنيف في الوقت المناسب يجب تصنيف البيانات في وقت مناسب ويفترض تحديد هذا الشيء في السياسه هل تصنف خلال شهر او ثلاثه اشهر. المستوى الاعلى من الحمايه المعنى الان دائما نختار التوب كلاسفيكيشن مثال لو عندنا قاعده بيانات فيها عشرة جداول تسعه جداول عامه وجدول واحد سري فتصنيف الداتابيز الان هيكون سري اوكي نختار التصنيف الاعلى وتكلمت قبل شويه عن هذا التص... عن هذا الشيء عندي داتابيز سريه فيفترض البرنامج اللي على داتابيز سري ايضا الفي ام او السيرفر سري ايضا حتى الغرفه يفترض الغرفه اللي فيها اشياء سريه تكون فيزيائيا سريه مؤمنه بابواب مقفله كاميرات مراقبه ففي اسكليشن في تصعيد من البيانات حتى الفيزيكال اوكي حتى توزيع الاجهزه الطابعات يفترض مثلا توزع للموظفين اللي عندهم عمليات طباعه لوثائق او بيانات سريه بينما الطابعه المركزيه تتاح لكل موظف عنده وثائق عامه أوكي ابحاث تقارير عامة مطبوعة عام, منشورة فهذا مبدأ المستوى الأعلى من الحماية فصل المهام طبعا فصل المهام مبدأ مهم جدا لا تأتي مهمة التصنيف مهمة الافصاح على البيانات لشخص واحد أوكي آه مثال مثلا في المرور أو في جهات تملك بيانات المواطنين ربما موظف واحد تعطيه رقم لوحة يعطيك بيانات اللوحة بيانات مالك السيارة لأنه بشكل مستقل هو في لوحده قادر يطلع كل البيانات لكن لو عدلنا الانظمه بحيث الاستعلام عن البيانات يحتاج موافقه اثنين او ثلاثه موظفين في نفس الوقت هنا هيقل التسريب اوكي لان الوصول للمعلومات الشخصيه والمعلومات السريه يحتاج موافقه اكثر من موظف فصلنا المهام وفي عندنا الحاجه للمعرفه والحد الادنى من الامتيازات الحاجه الى المعرفه بمعنى نعطي الصلاحيات للموظفين وفقا لحاجته للمعرفه حاجه العمل ما نعطيه صلاحيات ما يحتاجها اصلا وفي جهات شفتها تأتي صلاحيات للتوب مانجمنت لكن الاداره العليا المدير العام مثلا عنده صلاحيات شاسعه يستطيع يوصل لكل شيء تقريبا وهذا خطا هذا خطا ثغره كبيره جدا اذا كان من جهازه يستطيع يوصل لكل شيء بمعنى ان اختراق جهازه فقط كفيل باختراق المؤسسه بالكامل اوكي وفي الحد الادنى من الامتيازات طبعا الفرق بين الحاجة إلى المعرفة والحد الأدنى من الامتيازات الحد الأدنى من الامتيازات تعطى حتى للأنظمة والأجهزة أوكي؟ حتى للأنظمة والأجهزة فمثلا نظام يملك صلاحيات الوصول لداتابيز لقراءة جدول معين لقراءة جدول معين يفترض هذا النظام يستطيع قراءة جدول واحد فقط وليس كل الجداول يستطيع القراءة فقط وليس القراءة والتعديل أوكي؟ فحتى مع الأنظمة والأجهزة نعطيها حد أدنى من الصلاحيات. بخصوص إجراء تصنيف البيانات، ذكرت مسبقاً بأن الإجراء هو عملية، خطوات، أوكي؟ فبالنسبة لإجراء تصنيف البيانات عندنا خطوتين أساسية، أول خطوة هي تقييم الأثر. الخطوة الثانية تصنيف البيانات بناءً على تقييم الأثر. تقييم الاثر ثم تصنيف البيانات بناء على تقييم الاثر بالنسبه لتقييم الاثر حسب سياسه سدايا هناك خمسه معاملات عفوا أربعة معاملات اساسيه المصلحه الوطنيه هذا اثر اساسي انشطه الجهات الافراد في البيئة. من كل اثر اساسي هناك معاملات فرعيه اوكي فيجب تقييم الاثر بناء على هذه المعاملات في النهايه تقييم الاثر قد يكون عالي قد يكون متوسط أو منخفض أو لا يوجد أثر ممكن نأخذ مثال هذا الآن سجل الحصر والتصنيف سجل عفوا سجل،, سجل تقييم الأثر أوكي تستطيع تضيف هنا حقول للتصنيف كمكان الاستضافة مالك البيانات هل يوجد بيانات شخصية لكن أنا أفضل عزل الحصر عن تقييم الأثر فيكون عندك سجل خاص بحصر البيانات وفي سجل اخر تقيم الاثر وتصنف البيانات، اوكي هذا افضل. لكن في سجل التقييم والتصنيف نأخذ معرف البيانات واسم البيانات فقط. سو فور اكزامبل عندنا قاعده بيانات تحتوي على بيانات الموارد البشريه عقود الموظفين، اداء الموظفين، بيانات الموظفين. ففي المصلحه الوطنيه كاثر رئيسي عندنا قائمه الأثر الفرعيه، لاحظ عندنا سمعه المملكه العلاقات الدبلوماسيه، عن الاقتصاد الوطني. اسال هل تسريب بيانات الموظفين يؤثر على سمعه المملكه؟ السؤال موجه للحضور. نعم. أكيد. نعم يؤثر يؤثر نعم. طيب هل التاثير عالي او متوسط او منخفض؟ طبعا عالي لما نقول تاثير عالي بمعنى يؤثر على الدوله بالكامل، على علاقتها الدول الاخرى، على اقتصاد الدوله. اوكي. متوسط يؤثر على المؤسسه فقط اوكي آه لكن تاثير على المؤسسه قد يكون على يعني يصل القضاء مثلا آه يكلف المؤسسه ماديا يعطل اعمالها بينما منخفض تاثير داخلي محدود على اداره معينه او قسم معين اوكي طيب تسريب بيانات مثلا نفترض بيانات موظفي جامعه الملك سعود بالكامل عندنا حوالي 70 الف موظف في الجامعه المدينه الطبيه فقط مستشفى الملك خالد في اكثر من ثلاثين موظف طيب لو افترضنا تسريب معلومات سبعين الف موظف هل هذا يؤثر على سمعه المملكه؟ وايش التاثير؟ متوسط او منخفض او عالي؟ انا اتوقع انه يؤثر ويكون متوسط على ما اظن متوسط طبعا اجابه متوسط تقصد انه التاثير على مستوى الجامعه فقط يؤثر على الجامعه فقط وليس على الدوله بشكل عام اوكي طيب اوكي هل في اجابه اخرى يعتمد على حسب نوعيه المعلومات كافه المعلومات المستخدمين احيانا ممكن يكون في معلومات حساسه جدا احيانا ممكن يكون الموضوع حسب طبيعه البيانات تبع الموظفين اللي تم تسليمها صحيح صحيح طبعا انا اعتقد اذا الموظفين قاموا بالتصنيف واحد اختار عالي والاخر متوسط او شخص قال متوسط والاخر مخفض هذا خلاف طبيعي اذا الخلاف بمستوى واحد فقط اوكي لكن لو في موظف يقول التاثير عالي والاخر يقول لا يوجد اثر خالص لا هنا في مشكله اما اننا ما استوعبنا التصنيف او اننا ما استوعبنا طبيعه البيانات حتى الان اوكي فاذا الاختلاف مقدار مستوى واحد هذا شيء طبيعي اعتبره شيء طبيعي لأن التحليل الان نوعي وليس كمي اوكي لاحظ اربع مستويات احنا ما عندنا مثلا نقول والله السريه 50% السريه 70% ما عندنا قيم ما عندنا بيانات كميه وتحليل نوعي فالاختلاف بنوع واحد شيء طبيعي طيب نقول متوسط اوكي لاحظ في معايير اخرى العلاقات الدبلوماسيه الاقتصاد الوطني البنيه التحتيه مهام الحكومه بينما في هذه الأداة المتاح لك خيار واحد فقط تقدر تسوي ديزاين الإكسل شيت بحيث تختار كل الآثار الفرعية أو إنك تختار أعلى أثر مثلا هنا منخفض هنا منخفض في البنية منخفض في مهام الحكومة منخفض شوف أعلى أثر وين موجود واختاره كفاية واضح الفكرة شوف الأثر الفرعي اللي عنده أثر مرتفع واختاره كفاية ما في داعي تقيم بقية الآثار الفرعيه اوكي ما يفرق في النهايه في تصنيف في انشطه الجهه طيب هل تسريب بيانات الموظفين يؤثر على مهام جهات اخرى غير جامعه الملك سعود او يؤثر فقط على مهام جامعه الملك سعود نقول مثلا يؤثر فقط على جامعه الملك سعود ايش الاثر على جامعه الملك سعود عالي، متوسط أو منخفض؟ أوكي طيب نقول منخفض. هنا أحتاج إجابتكم على مستوى الأفراد تسريب بيانات الموظفين، إيش تأثيره على على مستوى الأفراد؟ هل يؤثر على صحة وسلامة الأفراد؟ هل يؤثر على حقوق الملكية؟ أنت طبعاً تقدر بسجل مؤسستك تضيف أشياء أخرى. تضيف معاملات اخرى هذا الحد الادنى لكن انت تقدر تضيف اشياء اخرى، اوكي؟ هل تسريب بيانات الموظفين يؤثر على صحه وسلامه الافراد؟ اذا كان في تاثير اتفضل طيب نفترض في تاثير عالي نفترض فيه تاثير عالي اوكي اوكي هنا الاثر العام طبعا الاثر العام هرجع للاثار الفرعيه بالكامل واشوف اعلى اثر هنا متوسط هنا كان منخفض هنا كان عالي فالاثر العام هيكون ايش عالي اختار الاثر الاعلى الاثر الاعلى اوكي فبالنهايه لاحظ هو تحليل نوعي حتى لو اختلفت مع زميلك على مستوى الاثر هنا منخفض او لا يوجد اثر ربما هذا الخلاف ما ياثر لانه في النهايه هنأخذ التاثير العالي اوكي اعلى تصنيف هنأخذ فيه في الخطوة الثانية من تقييم الأثر عندنا إعادة تقييم الأثر المنخفض طبعا هنا سداية تشجع المؤسسات إذا الأثر منخفض بمعنى البيانات هتكون مقيدة حاول تعيد التقييم عسى البيانات تصبح عامة عسى تصبح يصبح الاثر لا يوجد اثر وبالتالي البيانات هتكون عامه بمعنى يمكن نشرها كبيانات مفتوحه يمكن مشاركتها مع الجهات الاخرى بدون ضوابط يمكن تعزيز حريه البيانات بسهوله فسدايا الان تدفع الجهات لمشاركه بياناتها اوكي لذلك اضافت خطوه هي اعاده تقييم الاثر المنخفض لان الاثر المنخفض نتيجته بيانات مقيده اوكي لاحظ التصنيف إلى التأثير عالي فالبيانات سرية للغاية إلى التأثير متوسط فالبيانات سرية لو كان التأثير منخفض البيانات مقيدة إذا كان لا يوجد أثر فالبيانات عامة سدايا الآن تقول إذا كانت البيانات منخفضة حاول تعيد التقييم عسى يكون التأثير لا يوجد تأثير وبالتالي البيانات تكون عامة يمكن مشاركتها بسهولة يمكن نشرها بيانات مفتوحة اوكي بمعنى تخدم المجتمع اكثر. اوكي لكن السؤال موجه لكم في القطاعات العسكريه والسياديه هل تأيد اعاده تقييم الاثر؟ هل تأيد نشوف البيانات المقيده ونحاول ندفعها باتجاه تصنيفها كبيانات عامه؟ لا لا نعم انا اشوف العكس نعم انا شايف العكس انه البيانات العامه يعني اذا كان هناك اعاده تقييم الاثر يفترض احطه على البيانات العامه. اعيد تقييمها عسى ترتفع بيانات مقيده لأن الاصل في الجهات الحساسه الاصل في البيانات السريه وليس الاتاحه. اوكي؟ الاصل هناك السريه وليس الاتاحه. هنا تقييم الاثر اذا البيانات تقييمها منخفض مع تصنيفها هيكون في النهايه مقيده لا يمكن نشرها بيانات مفتوحه. تشارك مع جهات اخرى بضوابط مشدده. نحاول نعيد التقييم. اوكي هل في تاثير على الانظمه ذات العلاقه اذا كان لا يوجد اثر وكانت الموازنه بين مزايا الافصاح والاثار السلبيه مزايا الافصاح والاثار السلبيه كانت مزايا الافصاح اكثر من المزايا السلبيه لاحظ مزايا الافصاح اكبر من المزايا السلبيه عندها اقول اخلي البيانات الان اغير الاثر وخلي الاثر ايش لا يوجد اثر فالاثر المنخفض يعاد تقييمه ويصبح لا يوجد اثر اذا كان لا يوجد اثر على الانظمه ذات العلاقه، واذا كانت مزايا الافصاح اكبر من المزايا السلبيه. اوكي؟ عندها نروح نخفض الاثر من منخفض الى لا يوجد اثر. والسبب ذكرناه نشجع الجهات على انها تدفع او تطبق مبدا الاصل في البيئة الاتاحه. وذكرنا ان هذا المبدا لا ينطبق على الجهات الحساسه، العكس هناك الاصل في البيانات السريه ويفترض اعيد تقييم البيانات المنخفضه التي لا يوجد لها اثر. احاول ارفع اثرها. هل في سؤال؟ استاذي الكريم نحن لم نشر بيانات الموظفين احيانا ممكن يكون جزء من بيانات الموظفين ممكن يكون هو جزء من البيانات المفتوحة فممكن ما يكون في اثر على فرض انه مثلا عملنا تم تم نشر بيانات موظفين بدون بعض بيانات الموظفين يعني بدون مثلا الاسم العنوان ولكن باقي البيانات مثلا الراتب الـ الاختصاص الى اخره ممكن يكون هذا الشيء جزء من البيانات المفتوحة ولا كمان هذا الموضوع بيكون له آه اثر؟ يعني بيكون احنا عادة ممكن نحط إحنا مجموع نحط معدلات بدل ما نحط جزء من البيانات الشخصية بشكل عام. نعم، طبعا البيانات الشخصية هي تعامل بشكل مختلف زي ما ذكرت، وإن كانت تصنف لكن لها 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 نظام مستقل الآن، أوكي؟ آه البيانات قد تنشر الشخصية، قد تنشر بيانات مفتوحة اذا عزلنا اولا عزلنا ما بين الايدنتيفيكيشن في اشياء تعرف الشخص الاسم رقم الهويه العنوان رقم الهاتف اوكي هذه اشياء تعرف هويتي وفي اشياء عامه مثلا في المستشفى قد ياتي قد ياتي باحث يطلب بيانات المرضى او المستشفى نفسه قد ينشر بيانات مفتوحه مثلا تقرير عن او احصائيات عن مرضى عن مرضى الكلى في الرياض مثلا مرضى الكلى او مرضى الكبد اوكي نقدر نشارك بيانات مثلا العمر الجنس آه، مدى وجود امراض مزمنه آه، وتفاصيل مرض الكلى لكن ما في داعي ننشر اشياء تحدد هويه المواطن اوكي والافضل فيما في ما يخص البيانات الشخصيه انك تنشر آه، تنشر احصائيات عامه بمعنى ما في داعي انشر بيانات عن كل شخص حتى وان كان في عزل عزلت هويته لكن يفضل تنشر احصائيات مثلا مرضى الكلى في شهر كذا كانوا كذا اوكي في شهر خمسة كانوا سبعين اوكي فاحصائيات عامه افضل من بيانات تقترب من الاشخاص والسبب انه في بيانات قد يحصل لها بروفايلنج بمعنى الناس قد ياخذوا هذه البيانات منك يدمجوها مع بيانات اخرى ويعالجوها بطريقه او باخرى ويحصلوا على ربط مع الاشخاص اوكي نواصل ننتقل الآن آه، إلى حديثك دكتور تفضل الله يعافيك بخصوص الإجراء التصنيف الأولي في البيانات من جهة الإدارات الإدارات بحكم قربها من البيانات وعلمها في البيانات صنفت على مثلا أن البيانات هذه سرية دور مكتب إدارة البيانات ومراجعة التصنيف وتغيير التصنيف مثلا كيف بإمكان الشيء ذا نعم طبعا مكتب البيانات يراجع التصنيف تراجع التصنيف طبعا مراجعه التصنيف قد يحتاج منك عقد اجتماعات مع الادارات الاخرى. اوكي؟ وتتاكد انهم استوعبوا الاجراء صحيح. ومن حقك انك تسالهم آه عن ان هناك تصنيف خاطئ لانك تسوي مراجعه. اوكي؟ حتى الامن السبراني على فكره من حقه يراجع التصنيف. شفت انا في احدى الجهات احدى الادارات سوت كل البيانات سري للغايه وسري. اوكي؟ ببساطه حتى يخلوا مسؤولياتهم. لكن كل ما ترفع انت الان مستوى التصنيف بمعنى الامن السبراني هيروح يرفع مستوى الحمايه جهود اكثر، تكاليف اكثر. اوكي؟ واضح الاشكاليه؟ فحتى الامن السبراني من حقه يتاكد انه هذا التصنيف صحيح. فيطلب من دارة البيانات مراجعه التصنيف. اوكي؟ احياء التصنيف تستطيع تكتشف انه غير دقيق من ربط التصنيف مع بعض. اوكي؟ مثلا صنف داتابيز بانها سريه لوجود بيانات موظفين بينما في داتابيز اخرى فيها بيانات العملاء لها عامه اوكي هنا تعرف ان الموظف ما استوعب التصنيف او ما كان عنده معايير دقيقه اوكي نعم التصنيف يحتاج مراجعه يراجع من قبل مكتب اداره البيئه يراجع ثلاث مرات على فكره اولا مختص البيانات في الاداره يسوي التصنيف ممثل البيانات يفترض شخص اعلى منه يراجع التصنيف مع مختص البيانات الاداره نفسها ثم مكتب البيانات يراجع التصنيف مع المختص والممثل بعدها ياتي الامن السبراني يراجع التصنيف مع المكتب والممثل والمختص اوكي لازم التصنيف يكون دقيق ويراجع عده مرات. المختص كتكنيكال تقنيه معلومات في داخل الاداره ولا في اداره نعم في المختص من... المختص نقدر نقول هو اكثر شخص يعرف البيانات يشتغل على البيانات نفسها اوكي في نفس الاداره في نفس الاداره قد تكون ليس قد تكون الاتش ار قد تكون مثلا عندنا في الجامعه مثلا عندنا مختص في القبول والتسجيل في الاتش ار في البحث العلمي اوكي هذه ادارات عندها بيانات وفي مختص هناك مسؤول عن تصنيف البيانات لانه يعرف البيانات الموجوده عندهم اوكي فلاحظ التصنيف التصنيف انت الان في اداره البيانات يفترض مالك حق تصنيف البيانات اللي يملك البيانات هو اللي يصنفها قول لي يعرف حساسيتها لكنك توجه ترشد تراجع أوكي وفي شيء آخر أي بيانات شخصية أي بيانات تخص جهات خارجية يفترض لا مالك البيانات ولا إدارة البيانات لنا حق نصنفها تصنيف متدني معلومات الغير دائما نخليها سرية أقل شيء بيانات العملاء بيانات جهات أخرى دائما نعطيها تصنيف سري لأنه ما لي حق أخليها عامة أوكي عندي حق التزم اخلاقيا انها سرية والتزم بحمايتها حتى وان كانت بطبيعتها عامة، اوكي؟ عندي سؤال تفضل في هذا السياق. طيب خلينا ناخذها من جانب بزنس اذا مثلا انا عندي ديبارتمنت عنده فور اكزامبل بروجكت يشتغل عليه او مثلا يحتاج يبني بلاتفورم معينة. هل الاي تي هم اللي يحددون مستوى حساسية البيانات هذه او نفس الديبارتمنت هو اللي يحددها؟ نفس الديبارتمنت هو اللي يحدد اوكي طبعا هي الاشكاليه الان في جاب يعني في جاب الان يعني يفترض اداره البيانات عنده ورشه كهذه الورشه لتدريب موظفي الادارات على تصنيف البيانات يفترض عنده جلسه حتى مسجله يدرب الموظفين اوكي فممثل البيانات مختص البيانات في الاداره يعرف كيف يصنف البيانات وهو الذي يعرف طبيعه البيانات اوكي فالاداره المسؤوله هي اللي تقوم بتصنيف البيانات وتحديد حساسيتها طيب نواصل الان بعد تصنيف البيانات من قبل مكتب اداره البيانات يفترض الان بالامن السبراني وضع ضوابط حمايه لحمايه البيانات في هذا السجل او في سجل اخر مسبقا كان هناك لبس كيف نحمي البيانات لكن الهيئه اصدرت ضوابط الامن السبراني للبيانات لدينا الان ضوابط الامن السبراني للبيانات هذه الضوابط غير منزله على اي حال في وثيقة ضوابط الامن السبراني للبيانات صدرت من الهيئة دي سي سي داش 1 2022 هذه الضوابط اوكي الهيئة الان حددت ايش الضوابط اللي نستخدمها لحماية البيانات وفقا لتصنيفها لكن أجين الحماية ما هي مجرد استخدام حلول تقنية بشكل مباشر في حوكمة في تخطيط واستراتيجية في توثيق سياسات واجراءات اوكي في مراجعه دوريه لا تتوقع الامن السبراني انه على طول تروح تسوي فايتنج مع المالوير على طول انك بمعركه لا في ضوابط اداريه في ضوابط تشريعيه في اشياء فيزيائيه اوكي في حوكمه فنفس الشيء لما نسوي حمايه في الامن السبراني يحتاج نسوي تخطيط فاستراتيجيه الامن السبراني عندك في الجهه يفترض الان تحدث طالما انت رايح تطبق ضوابط امن البيانات بمعنى في جهود إضافية في تكاليف إضافية فالاستراتيجية عندك لازم تحدث احتمال أنت سويت استراتيجية لتطبيق فقط الضوابط الأساسية للأمن السبراني اللي هي ECC اوكي ECC1 الآن صار عندك ضوابط العمل عن بعد ضوابط الحوسبة السحابية ضوابط الأنظمة الحساسة صاروا ثمانية سبعة. فيفترض استراتيجيتك في الإدارة تتعدل تتحدث كل ست أشهر أو كل سنة حتى تغطي متطلبات جديده واكيد هيكون في نفقات اضافيه فطالما رايح تحمي البيانات المصنفه وفقا لضوابط الامن السبراني للبيانات بمعنى تحتاج اولا ترجع لاستراتيجيتك وتعدلها حتى تضيف الموارد والمشاريع والمبادرات اللازمه اوكي ايضا تقوم بتطوير سياسه حمايه البيانات السياسه مهمه جدا تكون وثيقه معتمده رسميه لو نرجع لضوابط الامن السبراني هنلاحظ انه في بند مثلا في شيء مهم جدا ضوابط الامن السبراني للبيانات دائما ضوابط المكتب تاكد على شيء يجب تحديد وتوثيق وكذا وكذا ممكن نشوفها الان لاحظ مثلا في إدارة المخاطر يجب تحديد وتوثيق واعتماد تحديد بمعنى حددنا المتطلبات وحاليا أنت مبدئيا متطلبات حماية البيانات المصنفة هتكون بناء على ضوابط الأمن السبراني للبيانات أوكي على ضوابط الأمن السبراني للبيانات فأنت حددت هذا المعيار هذا الإطار كمتطلبات لكن في شيء آخر توثيق بمعنى في وثيقة رسمية المقصود فيها سياسه او اجراء وثيقه رسميه عليها شعار الجهه عليها كنترول نمبر وثيقه رسميه وليست مسوده خاصه بادارتك واعتماد معتمده من قبل صاحب الصلاحيه ليش اعتماد؟ لان الوثيقه الغير معتمده غير ملزمه للموظفين والادارات اوكي فانت الان تحتاج تروح لضوابط اداره البيانات عفوا ضوابط حمايه البيانات وتوثقها في سياسه نسميها سياسه حمايه البيانات وتعتمد من قبل رئيس الجهة حتى تستطيع تلزم بقية الإدارات بتطبيقها أوكي في الخطوة في التطبيق هناك عمليات تقوم بتطبيق السياسة بالتعاون مع بقية الإدارات وتجمع الأدلة الأدلة لابد ما تُرشّف، أوكي ثم مراجعة وتدقيق إدارة البيانات تراجع سجل الحصر والتصنيف وإنت الآن في الأمن السبراني تراجع السياسة وتراجع الضوابط الأمنية فلاحظ جميع الإدارات الآن جميع الإدارات مسؤولة عن تطبيق سياسة حماية البيانات. مكتب إدارة البيانات مسؤول عن مراجعة سجل حصر وتصنيف البيانات. إنت في الأمن السبراني مطلوب منك الآن تحدث استراتيجيتك لتغطية حماية البيانات، تطور سياسة وتراجعها دوريًا، وكمان تسوي مراجعة وتدقيق للتطبيق والتوثيق. كل ست أشهر، كل سنة تسوي تدقيق ومراجعة. اوكي فيما يخص هذا المعيار هذه الوثيقه ضابط عملت ملخص لها بوستر هذا ملخص للضوابط ضوابط حمايه البيانات اوكي في ضابط اساسي وفي ضابط فرعي مثلا في الموارد البشريه لو نلاحظ في عندنا المسح الامني تعهد العاملين اوكي فمطلوب مسح امني لكل العاملين الذين يعملون على البيانات السرية والسرية للغاية فقط. مطلوب تعهد العاملين لكل الموظفين الذين يعملون على كافة البيانات حتى لو كانت عامة. اوكي. المسؤول عن تطبيق هذه الضوابط هو الموارد البشرية. اوكي. التوعية. يجب التوعية بمخاطر تسريب البيانات. كحد أدنى للعاملين على البيانات المقيدة والسرية والسرية للغاية المسؤول عن التوعية الأمن السبراني أوكي عندنا مثلا ضابط آخر التشفير التشفير يجب تشفير كافة البيانات لكن المعيار متوسط للبيانات العامة والمقيدة ويكون في تشفير متقدم متقدم بمعنى حجم المفتاح كبير الكي او الخوارزميه نفسها معقده. اوكي. المسؤول الامن السبراني وهكذا هتلاحظ في ضوابط ملزمه لحمايه البيانات حسب تصنيفها. اوكي. مثال اخر مثال اخر لا لو سمحت ت... لي بسؤال بالله عفوا لو سمحت لي بسؤال بخصوص من الجهه الرسميه او الجهه المعتمده من قبل يا اما مكتب اداره البيانات او الامن السبراني في مراجعه مراجعة يعني خلينا نتأكد من إتمام عملية يعني مراجعة التصنيف وحماية البيانات في كل الإجراءات داخل المنظومة. طبعا هو العمل تكاملي زي ما ذكرنا يعني لاحظ هنا مكتب البيانات يقوم فقط بحصر لاحظ الإدارات الإدارات يسوي حصر وتصنيف للبيانات كل الإدارات تحصر وتصنف بياناتها مكتب البيانات يقوم بمراجعة الحصر والتصنيف يراجع مع الإدارة الأمن السبراني قد يسوي مراجعة لكنه الآن مسؤول عن حماية البيانات وفقا لتصنيفها أوكي هو الآن يحمي البيانات وفقا لتصنيفها فكل الإدارات تسوي حصر تصنيف مكتب البيانات يراجع الحصر والتصنيف الأمن السبراني يحمي البيانات وفقا للحصر والتصنيف أوكي المسؤولية تكون على عاتق مين الأمن السبراني ولا المكتب المكتب إدارة البيانات ولا جهة أخرى داخل المنظومة في تأكد من أنه التصنيف هذا تم التقيد فيه الامتثال له بالإضافة إلى حفظ البيانات. نعم، لاحظ كما ذكرت جميع الإدارات مسؤولة عن حصر بياناتها وتصنيفها. أوكي. جميع الإدارات. كل إدارة مسؤولة عن حصر وتصنيف بياناتها هذا أولاً. بعدها يأتي دور مكتب البيانات يراجع الحصر والتصنيف. المكتب أيضاً يطور سياسه التصنيف واجراء التصنيف ومسؤول عن مراجعتها وتدقيقها التصنيف فقط اما تطبيق الحلول الامنيه وفقا للتصنيف ممكن في سلايد اوضح قبل فهذه مسؤوليه هنا كان اوضح نعم هنا اوضح لاحظ كل الادارات الان مسؤوله عن حصر بياناتها اوكي وتصنيف بياناتها مكتب البيانات مسؤول عن تطوير سياسة التصنيف وإجراء التصنيف ومراجعة التصنيف الأمن السبراني يقوم بتحديد الضوابط الأمنية اللازمة لحماية البيانات حسب التصنيف أوكي؟ وأيضا مراجعة الضوابط دوريا فهي شوف يفترض في استراتيجية في إدارة البيانات وفي الأمن السبراني تكون حتى متناسقة مثلا إذا مكتب البيانات في استراتيجية يراجع التصنيف الحصو التصنيف في شهر أربعة يفترض أسوي في السياسة أنه مجبر يسلم نتيجة المراجعة في بداية شهر خمسة للأمن السبراني، الأمن السبراني في خطته خمسة وستة يراجع الضابط الأمنية، أوكي؟ فلاحظ التنسيق بالإدارات لازم يكون كبير، بمعنى الإدارات قد نقول الإدارات في شهر واحد واثنين تراجع الحص والتصنيف. في شهر ثلاثة وأربعة مكتب البيانات يراجع سياساته يراجع سجل الحص والتصنيف. في ثلاثة وأربعة في شهر خمسة وستة الأمن السبراني راجع الضابط الأمنية ويراجع تطبيقها وهكذا نكون كل سنة راجعنا العملية بالكامل مرتين أوكي فالتنسيق مطلوب بين الإدارات لأن العمل تكاملي لا شك تطبيق السياسات والإجراءات نقول مهمة جدا لأنه إذا طالع تشريعات ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار للتشريعات والأنظمة و مراقبتها وتأكد من تطبيقها بالشكل الصحيح ممكن تكون هذه اشكاليه. تذكرت هنا ان تطبيق السياسات والاجراءات على عاتق جميع الادارات لكن لازم يكون في جهه مسؤوله لتتاكد من امتثال جميع الادارات في تطبيق السياسات والاجراءات. نعم نعم صحيح. طبعا تشريعيا مكتب البيانات هو الجهه التشريعيه داخل الجهه فيما يخص اداره البيانات. بمعنى هو الجهه المخوله بمراجعة سياسة تصنيف البيانات واجراء تصنيف البيانات والتدقيق، يعني من حقه يزور الجهات ويعطيها مخالفات اذا ما طبقت سياسة تصنيف البيانات هذا مكتب ادارة البيانات. لكن فيما يخص سياسة حماية البيانات الجهة التشريعية هي إدارة الأمن السبراني اللي يسوي مراجعة للسياسة وتطبيق وتدقيق. اوكي؟ فموضوع تصنيف البيانات يخص مكتب ادارة البيانات تشريعيا بينما حمايتها وفقا لتصنيفها يخص الأمن السبراني. أوكي. في سؤال في الشتنج كيف يمكن تقييم دقة نماذج تصنيف البيانات؟ أولاً من خلال خبرتي في الحوكمة بشكل عام بالأمن السبراني أو في الداتا مانجمنت ما في يعني ما في امتثال 100%، أوكي المؤسسة دائما فيها عجز بالامتثال سواء تصنيف خاطئ أو ربما حتى التصنيف ما هو مكتمل. أوكي لكن نقول يعني النضج يعني المؤسسة إذا عندها تحسين مستمر بحيث يكون عندي تارجت بعد ثلاث اربع سنوات اصل لمرحله النضج. اوكي؟ النضج بمعنى كل البيانات تم حصرها بشكل دقيق وتصنيفها بشكل دقيق، اوكي؟ اذا طلبت الجهات امتثال دقيق 100% خلال اول سته اشهر انت الان تطلب المستحيل على فكره. تطلب المستحيل، اوكي؟ حتى السياسات على فكره، يعني سياسات التصنيف سياسة. اي سياسه اي سياسه ما في داعي من المره الاولى تخليها سياسه معقده وتروح تستنسخ سياسه من اي بي ام او مايكروسوفت لا. انت عندك موظفين بقدرات محدده وهذا المجال بحد ذاته جديد عليهم اوكي فخلي السياسه مختصره بنود عامه واضحه يعني ابدا بالحد الادنى بعد ساعتين ثلاث طور السياسه وابدا عقد اكثر بعد ما تستوعب الادارات الشيء الابسط الحد الادنى اوكي التدريج جدا مهم اما تعطيهم شيء اوبتمايز مثالي معقد للادارات صعب في جهه زرتها مثلا كمقيم عندهم سياسات الامن السبراني اكثر من 400 صفحه باللغه الانجليزيه فهل موظفيكم يتكلموا انجليزي؟ لا، الاغلب سعوديين، فكيف تعطي موظف سياسه باللغه الانجليزيه وهو ملزم بها؟ ثانيا السياسات طويله جدا جدا طويله، موظف المستودعات مسؤول عن المستودعات ما هو مسؤول عن تطبيق سياسات الامن السبراني، اعطي يعني شيء مختصر وحتى في نقول ايش؟ نقول خير الكلام ما قل ودل، اوكي؟ سياسات مختصرة بسيطة تبدأ فيها كويس كويس لكن سؤالك كيف أتأكد أنه دقيق؟ نعم حاول قدر الإمكان تراجع السجل تتأكد أنه دقيق لكن في النهاية اعمل حسابك أنه ما في شيء دقيق ما في امتثال 100% من السنة الأولى وهذا الشيء لازم توصله للدار العليا سواء في الداتا مانجمنت أو في السيبر سكيورتي ما في امتثال 100% ما في شيء مثالي من أول ست أشهر في أشياء مهما سويت سياسات مثالية مهما اشتريت كل الحلول يظل عندك اشكاليات مثلا وعي الموظفين الموظفين وعيهم ما هو بهذاك المستوى اوكي ففي امور تاخذ وقت طبيعي حتى تكون اوبتمايز طبعا خلصنا المحاضره والان نستقبل فقط الاسئله أه هل في سلة اخرى؟ اوكي في سؤال مهم جدا من حسام هل التصنيف يكون على مستوى كل قاعده بيانات ام نستخدم دليل البيانات التقني ويتم التصنيف على مستوى كل حق من حقول جدول البيانات هذا سؤال مهم جدا طبعا هذا السؤال اشتغلنا سنه كامله في اداره البيانات وما عندنا له اجابه حتى سدايا اجابت علينا قبل سنتين تقريبا وذكرت انه يجب تصنيف حقول البيانات وهذا الشيء منطقي لانك لما تصنف البيانات من اجل حمايتها اثناء مشاركتها احيانا تسوي مثلا داتا انتجريشن مع جهات اخرى تسمح لها تسحب حقول من عندك فلما اصنف البيانات على مستوى الحقول اكون قادر اتخذ قرار افضل في حمايتها اوكي لكن في نفس الوقت ذكرت التروي اوكي يعني انت ما تقدر من اول سنه تصنف كل قواعد البيانات على مستوى الحقول يعني تدرج ابدا اول سنه بتصنيف قواعد البيانات السنه اللي بعد انزل لمستوى الجداول ثم اروح لمستوى الحقول بالسنه الثالثه اوكي او تدرج على مستوى يعني ابدا بخمس قواعد بيانات اول سنه وبعدين 20 داتا وبعدين 30 وهكذا اوكي فنعم لابد من تصنيف الحقول لكن اقل حد اقل شيء صنف حقول وجداول قواعد البيانات اللي تشاركها مع جهات اخرى اللي فيها ربط تقني مع جهات خارج المؤسسه ثم ارجع انتقل لقواعد البيانات اللي فيها ربط داخلي مع ادارات اخرى مثلا في بزنس انتليجنس يسحب منها بيانات اوكي اوكي في سؤال ما هي التولز اللي نستخدمها بحمايه البيانات بعد تصنيفها طبعا التولز لاحظ في هذا السجل اللي شرحت لكم ال... في هذا البوستر مثلا لاحظ الحلول حلول الحمايه هي ليست تقنيه فقط لا يوجد اداه واحده تحمي كل تحمي كل البيانات لا في حلول اداريه لاحظ المسح الامني تعهد العاملين حلول امنيه تشريعيه حتى اوكي في حلول فيزيائيه زي الاتلاف كاميرات المراقبه سجلات الدخول والخروج وفي حلول تقنيه كالتشفير التحكم بالصلاحيات اوكي وفي حلول لاحظ حتى مع الاطراف الخارجيه لو لاحظ في اشياء مثلا تضمين حذف البيانات بعد انتهاء العلاقه التعاقديه بمعنى انك تروح للاس ال للعقد مع الطرف الخارجي وتضيف هناك البند فحلول حمايه البيانات ليست حلول تقنيه دائما في حلول اداريه في حلول فيزيائيه تشريعيه اوكي هذه الضوابط هي عامه اوكي حسام آه يسال كيف نتاكد انه ما في تسريب طبعا يعني في الامن السبراني ما في عندنا امن مطلق يعني خلي في بالك ما في حمايه 100% اوكي لكن نقول الامن نسبي بمعنى قد اقول هذا النظام امن من هذا النظام زي الامن العام ما في حي امن 100% لكن ممكن نقول حي النخيل امن من حي الملز لعده اسباب اوكي لكن ما في حي او مدينه امن 100% لا يوجد حمايه مطلقه مهما استخدمت الحلول الامنيه لتخفيف المخاطر انت الان فقط تسوي تخفيف الى حد متدني لكن ما في زيرو ريسك ما في مخاطره ما في صفر مخاطر اوكي كل ما تستخدم حلول أمنية أكثر كل ما كلفت المؤسسة أكثر أوكي؟ وكل ما كان الأمن أفضل <applause> ندى <ممكن تصفيق> ت... تسأل عن محاضرات في مجال إدارة البيانات بإذن الله نحاول طبعا الدكتور إبراهيم متنبك مدير مكتب إدارة البيانات عندنا في الجامعة متمكن كثير وقدمت له الدعوة يشارك الأسبوع بعد أسبوعين منتظرين لكن إن شاء الله يشارك وهذا العام زي ما ذكرت في الويبينار بدأنا الآن ندخل إدارة البيانات مع الأمن السبراني عندنا حوالي احتمال 20 محاضرة العام هذا أو 15 محاضرة حد أدنى بإذن الله يكون هناك أقل شيء خمس محاضرات في الداتا مانجمنت إن شاء الله دكتور وليد تفضل شكرا لك الله يحفظك يا رب انا <applause> انا اول ستيب لي في في المجال هذا بحكم الباك جراوند ولكن سؤال بحكم خبرتكم العمليه في الميدان هل فيه فريم لإدارة البيانات بحيث أنه يكون سهل التواصل بين الموظفين والإدارات جاهز في تصنيف البيانات بدل ما تكون بشكل بشكل ملفات عادية نعم شوف طبعا لما تسوي حوكمة البيانات عندك في الجهة في شيء نسميها النموذج التشغيلي يعني هذه الضابط المجالات الخمسة 15 تحتاج حوكمة كلها أكيد بس قبلها أحتاج أسوي نموذج تشغيلي وين المجالات هذه الخمسة نحوكمها بس قبل أحتاج أسوي للمؤسسة نموذج تشغيلي احدد فيها الهيكل التنظيمي لاداره البيانات مهام مسؤوليات هذه الاداره والوحدات داخلها وايضا نموذج التفاعلي مع الادارات الاخرى فيما يخص كل مجال. اوكي وفي عندنا شيء اخر نسميه ريكي ماتكس مثلا يعني في كل مجال احدد مهام مسؤوليه كل اداره. لكن للاسف اللي يحصل ايش؟ في آه حصل في الامن الاستمراري من قبل يعني الاداره تروح تقترح نموذج تفاعلي بدون ما تاخذ راي الادارات الاخرى. اوكي هذا الشيء يتصادم حتى مع الواقع على فكرة يعني قد يكون عندك مهام فعلا أصبحت الآن مهامك لكن لا تنسى أنك إدارة ناشئة وأن الإدارة الأخرى كالآي تي ما زال بيدها الأنظمة ما زال بيدها حتى حتى الميزانية حتى الميزانية في يدها أوكي فلما نسوي نموذج تفاعلي مع الجهات الأخرى يفترض أخذ في الحسبان استراتيجيتك في أشياء قد تكون من مهامك بعد سنة سنتين وليس الآن لأنك الآن ما عندك إمكانيات أوكي فهذا التعقيد نتحكم فيه عن طريق النموذج التفاعلي وهو هي وثائق بسيطه قد تكون وثيقتين او ثلاث جدا بسيطه لكنها ربما اشتغلها باسبوع لكن يفترض تناقش خلال شهر او شهرين وكل اداره تاخذ حقها في دراستها ووضع ملاحظاتها اوكي في النهايه يهمنا سيابيه العمل انا اقصد يا دكتور هل في اطار تقني يسهل التواصل بين الجهات يعني تولز <applause> نعم 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 لا في ها تقصد اطار تقني في ادوات طورت في, في الامن نعم. نعم في اطار في الامن السبراني عندنا, عندنا ادوات نعم في ادوات عندنا في الجامعه طورنا اداه وبيعت بعض الجهات عندنا في المركز آه هي مثلا يعني نحدد في نظام الصلاحيات زي ما ذكرت اوكي مثلا اداره قوبته حصر البيانات تصنيفها بعدين تجي صلاحيات الداتا مانجمنت في مراجعتها بعدين يجي الامن السبراني يسوي الضوابط هكذا في فلو، اوكي في تدفق وفي صلاحيات. هذا الشيء موجود في الامن السبراني. لكن م. حتى الان للاسف ما في اداه لاداره حوكمه البيانات، اوكي ما في اداه، اعتقد لو جهه طورت اداه حتلاقي حتلاقي سوق أحيان. اكيد. لكن أحيان. هي الادوات هي تحتاج ايش؟ تحتاج تحتاج, تحتاج تكييف مع الجهات، يعني لما تبيع الاداه الجهه لها لها اركتكشر مختلف، لها صلاحيات مختلفة، لها يعني انت لازم تكون قادر تعدل هذه الأداة لكل عميل حسب طلبه. لو تكون تعديلها يكون على حسب الوزارات مثلا. نعم ممكن لكن زي ما ذكرت لك يعني هو بالأخير لازم يكون في براندينج يأخذ وقت بتعديل البرنامج حتى يتوافق مع طبيعة المؤسسة. يعطيك الله يعافيك. أه... اوكي طبعا المحاضرة خلصت اللي يحب يغادر لا بأس يعطيكم العافية ومشكورين على الحضور واللي يحب يجلس أنا موجود حتى 11:30 اوكي اللي لسه يحب يسأل يجلس عادي دكتور لو سمحت لي بسؤال بخصوص الداتا جفرنس آي بي إم كانت خصوص تول آي بي إم طرحت أو ما أدري أنا يعني ما أدري إذا يعني أنت جربته أنا حتى ما جربته اللي هو آي بي إم وستن هو تول بيساعد موضوع الداتا انا ما سبق اني استخدمته او اني جربته لكن ممكن اذا لك كان احد الاخوه او حضرتك استخدمته نعم طبعا لاحظ في الحوكمه الحوكمه اولا هي سياسات اجراءات مراجعه تدقيق اوكي فهذه الاعمال ممكن نقوم فيها بدون ما نسوي بدون ما نحتاج اداه اوكي بدون ما نحتاج اداه لكن الادوات هي مهمه مثلا في التجويد لاحظ تجويد البيانات مثلا تقويد البيانات بمعنى ما في حقول فاضية ما في حقول بيانات غير صحيحة وفي أدوات الآن تسوي سكان للداتابيز وتحدد لك مستوى التجويد تكتشف عدم وجود بيانات مجودة نحتاج مثلا أدوات في إدارة الوثائق والمحتوى اللي هي داتا مانجمنت للوثائق أوكي نحتاج أدوات ربما في ذكاء الأعمال زي بي آي مايكروسوفت بي آي أوكي أوكي ففي أدوات نعم لكن أنا أفضل أن الجهات تستثمر أدواتها في التجويد في البي آي في التخزين في إدارة الوثائق المحتوى أوكي أفضل مما تستثمرها في الحوكمة لأن الحوكمة هي عمل إداري يمكن تنفيذ الحوكمة بدون أدوات أوكي حتى التصنيف لاحظ تصنيف البيانات نقدر نصنف باستخدام سجل أوكي مع إنه في أدوات تسوي داتا ديسكفري تسوي داتا كلاسيفيكيشن في أدوات فعلًا صدقت ممكن هذه تسهل بالنسبه للمنظمات الكبيره اللي يكون فيها عدد عدد قاعده البيانات فيها كبيره فممكن تسهل عليهم هذا الموضوع ممكن اذا كان حسب حجم المؤسسه يعني نعم حسب حجم المؤسسه لكن انا اشوف انك عندك متطلب حكومي من سدايا وعندك امكانيات محدوده فحاول توفق وتسدد بين امكانياتك وبين امتثالك للدوله اوكي فلا تنفق الميزانيه اللي عندك على شراء ادوات بينما انت مثلا ما انت قادر تقدم ورشه او دوره تدريبيه، اوكي؟ فحاول توفق وتسدد بين امتثالات الدوله لانه في في البدايه انت لازم تمتثل، خلي في بالك، اوكي؟ في البدايه انت لازم ترفع مستوى الامتثال في ادارتك. امام الاداره العليا، امام سدايا. بعدها ممكن تنتقل للتقنيه بشكل افضل. آه في أسئلة أخرى أوكي موعد المحاضرة القادمة آه المحاضرة القادمة طبعا هتكون آه بعد أسبوعين إن شاء الله إحنا خلينا المحاضرات كل أسبوعين ثبتناها على الثلاثاء الساعة عشرة صباحا وهتكون مسجلة وتنشر إن شاء الله في عنوان في في يوتيوب آه لسه ما حددنا عنوانها لسه ما حددنا المحاضر آه دورة إدارة المخاطر نعم في دورات نقدم دورات في إدارة المخاطر نقدم دورات في إدارة البيانات في الأمن السبراني أيضاً فتقدر تتواصل مع مركز نقدم استشارات ايضا في الامن السبراني واداره البيانات فتقدر تتواصل مع المركز اذا كنت عندك رغبه العفو يعطيكم العفو يعطيكم العافيه جميعا العفو شكرا عبد الرحمن شكرا اوكي الاستاذ مقدر الان حط ايميل المركز انفو كويا دوت ايديو اس اي فاي تواصل مع المركز موجود الان ايميل في الشات موجود ايميل المركز العفو العفو اذا خلصت المحاضره نشوفكم في محاضرات قادمه على خير ان شاء الله ومع السلامه استاذ ولدي باقي شيء تضيفه يعطيك العافيه دكتور وليد واشكر كل الحضور على على الحضور وعندكم ايميل المركز تم ارساله في الشات اذا في احد عنده اي سؤال او استفسار ممكن يتواصل معنا عبر حساب المركز ونجاوب وبنتو... معه باذن الله يعطيكم العافيه وشكرا دكتور وليد عفوا عفوا يلا مع السلامه